السلام عليكم. اعتقال لمواطنين ليبيين في دولة الإمارات لأكثر من عام ليتم الإفراج عنهم بالتدريج، حيث كان آخرهم 2 من المعتقلين بعد تبرئة محكمة أمن الدولة في الإمارات لهما، في ظل غياب كامل لدور السفارة والسفير الليبي في المطالبة أو السؤال عن سبب ووضع اعتقال مواطنيه. ليكون سؤالنا الرئيسي في هذه الحلقة: كيف تعلق على أداء السفير الليبي بالإمارات تجاه قضية الليبيين المعتقلين بالإمارات؟ فلنتابع معا هذا التقرير ومن ثم نواصل الحوار. اعتقال لمجموعة رجال الأعمال الليبيين في دولة الإمارات بطريقة تعسفية منذ أكثر من عام دون توجيه تهم واضحة لهم. فبعد إطلاق سراح مدحت حداقة وهو أحد المعتقلين، تحدث عن طرق التعذيب التي مارستها السلطات الإماراتية في حقه واختطافه القسري من الشارع مع عائلته، لتبرئ بعدها محكمة أمن الدولة وهما معاذ الهاشمي وعادل ناصف اللذان تعرضا لكافة أشكال التعذيب والإهانة في سجون الإمارات حسب ما أوردت منظمتي هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. يأتي هذا بعد أن أكدت الرابطة الليبية لقضايا التعذيب والإخفاء القسري بطلان كافة الإجراءات التي بنيت عليها قضية المتهمين لعدم إصدار إذن من النائب العام. كل هذا يحدث دون ما تدخل من سفير ليبيا لدى الإمارات عارف النايض، والذي لم يحرك ساكنا أو يقوم على الأقل بالدور المناط به بعمله في قضية رجال الأعمال الليبيين المعتقلين لدى الإمارات. أسئلة تطرح: كيف يتابع المواطن دور السفارة الليبية في الإمارات بخصوص اعتقال المواطنين الليبيين؟ ولماذا تغيب تنديدات المنظمات الدولية والمحلية عن مسامع السفير الليبي لما يحدث في أبناء وطنه بالإمارات؟ هل تبني السفير لموقف سياسي يجعله يتخلى عن أهم شروط عمله وهي خدمة المواطن الليبي؟ ولماذا لم يطالب بأقل المواقف الدبلوماسية والتي تخص طريقة الاعتقال وأماكنها؟ هل أصبح دعم ثورة فبراير جريمة يعاقب عليها قانون بعض الدول العربية؟ قضية الرجال المعتقلين بالإمارات هو موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام. مشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-0302، 021-362-0303، 021-362-0304، 021-362-0305. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وموضوع حلقتنا اليوم هو الرجال الليبيين المعتقلين بدورة الإمارات العربية المتحدة. ونبدأ في الحوار مع المشاركين عبر الاتصال الهاتفي، ومعنا بهاء من طرابلس وأنور من طرابلس. أبدأ بك بهاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهاء، يعني ما رأيك في أداء سفير ليبيا لدى الإمارات فيما يخص قضية الرجال المعتقلين بالإمارات المتحدة؟ والله أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوي شنو بنقول لك؟ والله إن شاء الله ربك يفك كسر الجميع اللي بي، أنا قصدي ما نرضوش إن أي ليبي ينحبس برا عند بلاده. بلاش ما نحتسبش بلادنا، مش عندنا حكومة، مش عندنا سجون. طيب دولة. طيب بهاء، هل ترى بأن يعني دعم ثورة فبراير صار جريمة يعاقب عليها قانون بعض الدول؟ علاش احنا اللي ترنا على معمر، معقولة ولا جريمة؟ هي المفروض خلينا معمر. كان هذه التهمة التي نسبت إليهم في الإمارات. والله يا شنو نقول لك يا أخوي، بس احنا اللي بيين كما عطناش إذانا في إذان بعض، ما مش هنردوا قدرنا زي الأول. نقدر نوروا الإمارات، نوروا قطر، نوروا حتى أمريكا بطوبتها إن إحنا ناس، لكن كان إحنا حطينا في دينا في دين بعضنا، وإحنا قصدي مفروض نطالب بهم حتى الناس اللي برا إحنا يعني. جايين حكموا عليه كيف هم يعتبروا رموز من رموز الثورة.
نعم. كيف تحبسهم برا بقى؟ نعم، أشكرك بهاء من مدينة طرابلس، شكرا لك على هذه المداخلة، وأنتقل إلى أنور من طرابلس أيضا. أهلا بك أنور. أنور، مساء الخير. مساء الخير أنور. أنور، كيف تعلق على أداء السفير الليبي بدولة الإمارات تجاه قضية الليبيين المعتقلين هناك؟ الله بارك الله فيك. أنا معلش قبل ما نعلق على ونعرج على الموضوع في نفس الوقت، مع احترامي للقناة لأن نحن نشتغل مع القناة من يومنا، فهمتوا؟ لكن نشتغل للليبيين ونشتغل للوطن. معلش باحترامي ليك، يعني كان الموضوع مفروض يفترض، يعني بغض النظر على الامارات وبغض النظر على السفير، المفروض يتحرك جميع المواضيع، مش هذه بس. حتى في ليبيا في مجرمين وفي مسلحين وفي اسمع، يعني في ناس يعني ظالمين في نفس الوقت. اسمع معلش احترام القناه، نصيحه للقناه، انا لي فتره ما خشيتش، لابد تشتغل الكل يسكر قناتها. أشكرك أنور من طرابلس، هذه وجهة نظرك، نحن نحترم الكل ونطرح الموضوعات للجميع ونعرض وجهات النظر المختلفة لجميع الليبيين على مختلف التوجهات السياسية. شكرا لك أنور. أنتقل إلى محمود من طرابلس وحميدة من جدابية. أبدأ بك محمود، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود، يعني كيف تعلق على أداء سفير ليبيا لدى الإمارات فيما يخص قضية الليبيين المعتقلين هناك؟ حياك أستاذ محمد ونحيي كل المشاهدين الكرام. حياك الله. أولا أستاذ محمد، أول ما نقوله سفير، هذا أنا مع احترامي للمشاهدين، هذا ما نعتبره سفير، هذا نعتبره عميل. وقبل ما نحاسب العميل هذا يلزم محاسبة من قام بتعيينه في الإمارات. هذه أول حاجة. والله مع احترامي لكل المشاهدين نكررها مرة ثانية، والله ما نشبه، مع احترامي ليكم، مع احترامي للمشاهدين كلكم، والله هذا لا فرق بينه وبين كلب الزينة. هذا رأيك محمود في ليبيا. إذن أشكرك محمود ونحترم الآراء المختلفة نحن، وننتقل إلى حميدة من مدينة إجدابية. أهلا بك حميدة. حميدة، فقدنا الاتصال بحميدة. إذن ننتقل إلى معاذ من مدينة بنغازي، مرحبا بك معاذ. يبدو أننا فقدنا الاتصال بمعاذ. إذن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو كيف تعلق على أداء السفير الليبي لدى دولة الإمارات فيما يخص قضية الليبيين المعتقلين هناك. نأخذ مجدي من طرابلس. أهلا مرحبا، كيف الحال؟ أهلا بك يا مجدي. الموضوع كمان غير خشيت. موضوعنا لهذا اليوم مجدي هو قضية المعتقلين الليبيين في دولة الإمارات، يعني والسؤال الرئيسي يقول كيف ترى أو كيف تعلق على أداء السفير الليبي لدى دولة الإمارات فيما يخص قضية الليبيين المعتقلين هناك؟ شن خصنا منهم؟ احنا قاعدين في الإمارات، اما احنا الشعب يعني اللي في ليبيا، انت تحكي لي عن الإمارات. هم معتقلين. معتقلين ما داروا شيء للشعب، شنو يخلي يشدوهم؟ شنو يديروا؟ يعني انت مع اعتقالهم هناك؟ انا مش مع يخلي يشدوهم، شنو يدارون؟ اذا دخلوهم زي ما دخلوهمش. ما داروا شيء للشعب الليبي، الشعب الليبي يعاني. الشعب يعاني. مجدي، نحن نوضح لك بأنهم رجال أعمال فقط معتقلين هناك. إذا نشكرك على وجهة نظرك ونحترمها، وننتقل إلى أحمد من طرابلس وعبد الحكيم من طرابلس، وأبدأ مع أحمد. أهلا بك يا أحمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد، يعني كيف تعلق على أداء السفير الليبي لدى دولة الإمارات هناك، يعني فيما يخص قضية الليبيين المعتقلين هناك؟ لو سمحت طبعا. تفضل. الأول أنا بنعلق على الأستاذ اللي كان يدوي قبلي، اللي قال لك شن داروا لنا، بنقول له حاجه واحده، هادو ليبيين كما حسناش بهم احنا من بيحسوا بهم. صح ولا؟ انا ثاني حاجه نقول لك، قصدي راهو عاديه، راه احنا شعب طاير وشعب فيدنا السلاح، نقدر حتى احنا لقطوهم الاماراتيين لهنا، راه نقدر نقول لك حتى انا رجال اعمال، لكن بعد دوله سياسه وقانون. احنا نحب نقول لاخوي اللي كان يتكلم قبلي، وحد الله يا شيباني، ليبيين خوت احنا، حتى كان انه هو مداير حاجه برا ما رضاش انه هو حد ثاني يتشمتوا فيه. اشكرك احمد من مدينه طرابلس، شكرا جزيلا لك، وننتقل الى عبد الحكيم من طرابلس ايضا. اهلا بك يا عبد الحكيم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الحكيم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الرجال الليبيين المعتقلين في دولة الإمارات، ونريد منك تعليق يعني على أداء السفير الليبي هناك يعني فيما يخص قضيتهم. والله والحاجة خلينا نحيي أخوي محمد، نحيي قناة النبأ، قناة طيبة المباركة، ونسأل الله في ميزان حسناتكم أنت والزملاء معك. حياك الله. طيبة واللي قلوبها مليانة بالحب والخير لكل هذا الوطن الطيب. بالنسبة للسفير نقول له اتق الله اتق الله اتق الله في نفسك أولا. ثانيا الناس هما بإذن الله تعالى مفتاح 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 وتوحيد الليبيين بإذن الله تعالى. نشوف فيك كيف ما نشوف توا فيك يا أخوي محمد على القناة، لأن ناس هما كانت تجلب في الخير للليبيين في بداية الثورة بعد الله عز وجل، ولكن سبحان الله لا داروا لا آذوا الإماراتيين ولا آذوا الحكومة نتاعهم، ولكن سبحان الله كانوا بالعكس هم كانوا يديروا لهم في الاقتصاد نتاعهم ويديروا لهم في العجلة الطيبة. هذا جزاء الخير اللي كانوا يديروا فيه أهلنا ورجال الأعمال في الإمارات، هذا الجزاء. أشكرك عبد الحكيم من مدينة طرابلس، شكرا لك، وأشكر كذلك أحمد من طرابلس، أشكركما أنتما الاثنان. وأنتقل إلى محمد من بنغازي وفتحي من طرابلس. أبدأ بك محمد، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد، يعني كيف تعلق على أداء السفير الليبي في دولة الإمارات فيما يخص قضية رجال الأعمال الليبيين المعتقلين هناك؟ هذا ما عندي لا تفسير إلا أنه هو خاين صحوات، هو اللي باص فيهم اصلا من الاول يا استاذ محمد. ان شاء الله تعبيري لا اعرف. ان شاء الله ربي يفرج عليهم وعلى الليبيين كلهم ان شاء الله يا رب. بحول الله. شكرا لك محمد من بنغازي، انتقل الى فتحي من طرابلس. اهلا بك فتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فتحي، يعني نريد منك تعليق او راي فيما يخص اداء السفير الليبي في دوله الامارات فيما يتعلق بقضية الليبيين المعتقلين هناك. هو يا أستاذ محمد تهمتهم شنو هم المعتقلين هذا؟ تهمة رجال الأعمال هي دعم ثورة 17 من فبراير. حتى السفير هذا دعم ثورة 17 فبراير، المفروض حبسوه حتى هو حطوه في الحبس. لأنه هو دعم ثورة 17 فبراير، يعني علاش يحبسوا هذوما والسفير لا؟ بعدين هذا شأن داخلي، شنو علاقتهم بدعم ثورة 17 فبراير ولا ثورة 27 ديسمبر؟ يعني شان داخلي ليبي، شنو علاقتهم بينا احنا؟ ونشكروا، المفروض نقدموا الشكر لايران، ايران هذوما طبهم ايران يا اخوي، الاماراتيين هم ايران، لازم نديروا علاقات مع ايران. بارك الله فيك. اشكرك فتحي من طرابلس، وانتقل الى ناجي من طرابلس وعمر من مصرات، امل من مصراته وناجي من طرابلس. ابدا مع ناجي، اهلا بك ناجي. وسهلا بك. وموضوعك والله لا شائق، ومية مية، والغاية والغرض من رجال الأعمال الليبيين باش شعب الإمارات باش ما يتعرض خوتهم الليبيين في ليبيا، هذا الغاية والغرض منها. أنا طيب كيف. طيب كيف تعلق على أداء السفير الليبي هناك؟ السفير الليبي هذا أنا ما نلومش عليه، هو اللوم علي حتى غادي في السفارة، المفروض يجلبوه هذا طول يروحوا به ليبيا. وبعد تالي البرنامج هذا كله يدعموا ثورة 17 فبراير، هذه من حقهم الليبيين، وهذا شأن داخلي ما عندهاش علاقة الإمارات، هذا ما زلت القانون اسمها. بعد تالي الإمارات توري لشعبها أن شوف اللي قاموا بثورات الربيع العربي شوف شنو صار لهم، هي هذه الغير الغرب منها، لكن نقول لك الحق حيرجعوا الليبيين هما وحيقعد واسم تعار للامارات وللدول اللي كانت تساهم في المؤامره هذه. وبارك الله فيك. اشكرك ناجي من مدينه طرابلس، وانتقل الى امل من مصراتة. اهلا بك امل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امل، يعني ما رايك في اداء السفير الليبي لدى دوله الامارات فيما يتعلق بقضيه رجال الاعمال الليبيين المعتقلين هناك؟ بدايه ان شاء الله ربي يطلق سراحهم ان شاء الله، واكيد التهمه اللي متهمين بها دي بصراحه جريمه تشرف كل ليبي وطني بصراحه. بالنسبه للاداء هي يمكن الغلط الوحيد اللي داروه ثوارنا وابطالنا في 17 فبراير، اعتقد انهم لما انهونا من نسوا الطواغيت التانيين في السفارات وكذا، يعني فهو هذه هي اصلا علاش بيدافع عن النايض هذا ولا غيره، يعني وخاصه من المناصرين طبعا من للنظام الاول.
نقول هو لا سفارات ولا محامة عنده ولا على قضاء. للأسف الدستور تعاني من الدولة الليبية في الكيانات هدومة، يعني ما عندهمش خبرة كويسة. وبالنسبة للسفارات هذه معروفة أستاذ محمد من فيها ومن هم أصلا ولمن يولون، بالعكس هم تهمة 17 فبراير هذه يمكن هم اللي زادوها أكثر يعني. نعم، أشكرك أمل من مدينة مصراتة، وكذلك أشكر ناجي من طرابلس، أشكركما وأنتقل إلى فراس من طرابلس. أهلا بك أبو فراس. أهلا بك أبو فراس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو فراس، يعني ما رأيك في أداء السفير الليبي في دولة الإمارات فيما يخص قضية الليبيين المعتقلين هناك؟ والله في البداية يا أخوي إحنا نهنوا كل أهل رجال الأعمال اللي حكم عليهم بالبراءة، ونهني كل الشعب الليبي بهذه البراءة، لأنهم هذو رجال الأعمال كانوا ناس مدنيين، لكن الإمارات تدخلت سياسيا هيك واقفة مع طرف معين وهي اللي دارت الموضوع هذا كله. لكن بالنسبة للسفير نعتبره أنه هو سفير الإمارات داخل دولة الإمارات، لا يمثل ليبيا ولا ليه بأي علاقة بليبيا، إن هذا السفير دولة الإمارات داخل الإمارات، هذا بالمختصر المفيد. نعم، أشكرك فراس من مدينة طرابلس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا انتقل لآخر عليكم عدد من التعليقات بصفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة رأي عام. وعاطف المشاي يقول: للأسف كأنه لا يوجد لدينا سفير في دولة الإمارات، وإلا ما كان هذا حالنا. أيها السفير، هذا واجبك أمام الله والمواطن والوطن، وضعوك سفير حتى تحمي المواطن الليبي في الخارج، ليس موقف المتفرج. وزينة أحمد تقول: للأسف لا شيء، لأن السفير دوره حماية المواطن وليس توريط المواطنين في السجون والزج بهم في أشياء لا تخصهم، يجب إقالته من منصبه. مشاهدينا نواصل هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وموضوع الحلقة لهذا اليوم هو رجال الأعمال المعتقلين في دولة الإمارات بتهمة دعم ثورة 17 فبراير. طبعا نواصل الحوار والنقاش مع المشاركين عبر الاتصال الهاتفي، ومعنا أم محمد من طرابلس. أهلا بك أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن أم محمد من مصراتة، أهلا بك أم محمد. يعني كيف تعلقين على أداء السفير الليبي في دولة الإمارات؟ أنا بنقول كلمة، يعني هذه الإمارات هذه لها يوم والله، لها يوم والله، هي ما مش حتتشمت في ليبيا، بس والله لها يوم. لها يوم هي وحفتر، لها يوم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله طيب. ونعم الوكيل فيهم، وبشكر البرنامج بتاعكم واجد. شكرا لك يا أم محمد. محمد من مصرات، أيوه بشكركم والله، ولها يوم الإمارات. أشكرك الإمارات. أم محمد من مصراتة، ونحترم رأيك ووجهة نظرك، تختلف وتتعدد وجهات النظر فيما يخص كل المواضيع التي نطرحها في كل يوم. هنالك من يشاطر وهنالك من يقف ضد وهنالك تختلف. إذن معنا معاذ. معنا معاذ من بنغازي، أهلا بك يا معاذ. فقدنا الاتصال بمعاذ، ننتقل إلى مروان من مدينة طرابلس. أهلا بك مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مروان، يعني ما هو رأيك في أداء السفير الليبي لدى دولة الإمارات فيما يخص قضية رجال الأعمال المعتقلين هناك؟ رأيي يا أستاذ أننا في جزئية بسيطة نبي نعلق لك على سؤال الحلقة فقط، مفروض يكون إن ما رأيي في السفير الليبي الموجود في دولة الإمارات، لأنه هو جبان ومتواطئ مع دولة الإمارات. نعم، هذا رأيك. الرأي في قصدي معاملته مع الليبيين اللي غادي شيء طبيعي جدا، إن ما دام أي شيء ضد 17 فبراير وحاطة حفتر فبيكون طبيعي جدا إنه هو ضد أي نهج دعمت ثورة 17 فبراير. نعم. وبارك الله فيكم. شكرا لك مروان من مدينة طرابلس، أشكرك وأشكر كل من يشارك معنا في هذا البرنامج. انتقل إلى مصباح من نجيلة والعريبي من بنغازي. أبدأ بك مصباح، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام.
مصباح يعني وحي جميع العاملين بالقناة وأشكركم على زيادة الفقرات اللي هو إلى خمسة كويس هذا ممتاز لأن المواطن الوحيد النافذة الوحيدة للمواطن العادي هي الرأي العام من ناحية الندى الواقع. شكرا لك. طيب مصباح يعني كيف تعلق على أداء السفير الليبي لدى دولة الإمارات فيما يخص قضية الليبيين المحتجزين هناك المعتقلين؟ ما هو تقول العملية يا أستاذي هذه ثقافة موروثة لمدة 42 سنة. السفير في الفترة الماضية كان يخدم نفسه ويخدم أقاربه ويخدم زملائه ويجمع المال وما يهمه في الليبيين. نحن كل طلعنا البرة ما لقينا سفير. نادر وين تلقى سفير يهتم بالمواطن الليبي إذا كان احتاج له ولا السفارة، حتى تحتاج في فلوس، تحتاج في مساعدة، تحتاج في معاونة سياسية ولا ثقافية ولا أي نوع، ما تلقاش السفارة هذه تستطيع تقول ميتة. السفارات الليبية ميتة. نعم. إلا إذا كان إحنا ما قامت الثورة إلا من هذا هدف من الأهداف، أن نحس بالمواطن، نحس بالمواطن الليبي. نعم. أشكرك مصباح من نجيلة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وانتقل إلى العربي من مدينة بنغازي. أهلا بك العربي. مرحبا. أهلا بك العربي. يعني كيف تعلق على أداء سفير ليبيا في الإمارات فيما يخص قضية الليبيين المعتقلين هناك؟ والله هو إذا كان بنعلق مثلا نعلق على اللي في الإمارات وعلى اللي في مصر، وهم طبعا هذه المؤامرة طبعا على 17 فبراير، وللأسف الشديد أن المؤامرة واضحة من الداخل، يعني علينا أن نحن نلوم على عربنا اللي في الداخل اللي قاعدين يقاتلوا في 17 فبراير وحاولوا أنهم هم يخلصوها. فبالتالي مش غريب على الامارات وعلى مصر وعلى من يتبعونا محسوبين علينا من سفير في الامارات انه يتصرف كيف يتصرف، لكن الحمد لله ظهر الحق وظهر الباطل والناس طبعا طلعوا براء ولا حول لهم ولا قوه، ما يقدروش يمسكوا عليهم اي ممسك لان البريء مهما كان ستظهر براءته في يوم ما. شكرا لك. البقاء باذن الله 17 فبراير مهما حاولوا مهما داروا بإذن الله دماء الشهداء لن يضيع بقى. نعم. أشكرك العربي من بنغازي، وكذلك أشكر مصباح من نجيلة، وانتقل إلى رحيل من بنغازي وأسيل من بنغازي. أبدأ معك رحيل من بنغازي وأسد من بنغازي. أهلا بك، أبدأ مع رحيل. أهلا بك رحيل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته رحيل. يعني هنالك منظمات عالمية كهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أصدرت يعني تقارير فيما يخص المعتقلين الليبيين بالإمارات بانتهاكات في حقوقهم وأنهم خضعوا للتعذيب وما إلى ذلك، كيف تعلق على أداء السفير الليبي هناك فيما يخص هذا الموضوع؟ يا أستاذي تفضل. أعطيني معك لحظة الله يبارك فيك النبي. تفضل. نبوا حلقة عن المعتقلين اللي دخل ليبيا توا، بس الأول نبوا حلقة على قطر النبي. دخل قطر في ليبيا بحول الله، بس تحدث لنا في هذا الموضوع اليوم. هو نبو تحدث، هو نبو حلقة على قطر، تدخل قطر كل سنة في ليبيا وعن المتعقلين اللي في ليبيا، والأخرين ساعته ونلحق عليهم الأخرين إن شاء الله. إذا أنت فتضع الأولوية للدول الأخرى وتترك ما هم مسجونين ومعتقلين هناك في الإمارات. أشكرك رحيل من بنغازي، شكرا لك على هذه المشاركة، وأنتقل إلى أسد من بنغازي. أهلا بك أسد. مرحبتين بك خويا. أهلا بك يا أسد. قبلك رحيل قال يعني وضع الأولوية لدول أخرى لا يوجد بها ربما معتقلين ليبيين كالإمارات، ولكن رفض أن يعلق على هذا الموضوع في دولة الإمارات. نريد منك تعليق على أداء السفير الليبي فيما يخص هذا الموضوع. أداء السفير الليبي خويا والله غير صحيح، يعني شو نقول لك، يعني مفروض هذوما ناس عاديين، يعني شنو المشكله، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انسان عادي يشارك في ثوره او انسان مثلا تاجر او كذا، يعني ما يعني المفروض هو كان نيته صافيه مع الليبيين يصبي معهم حتى لو كانوا ظالم، تعال نشوفه، لكن هيك ظلم لله في الله ما يصيرش. يعني ونعلق حتى على الشاب اللي توه اللي قال نبو حلقه مع قطر. كان هالقبر شنو مشكلتها؟ نحن شباب بنغازي، نحن المعلومات الخاص، يعني نحن الحمد لله، يعني نحن معنا الله عز وجل انبحثوا في قطر مع احترامي لهم يعني ومع احترامي لاي شخص اخر، لكن نحن ليبيين والله العلي العظيم ليبيا لنا، ونحن احرار باذن الله نعيشوا فيها احرار وحياه. نعم. ربك حيفرج علينا. اشكرك اسد من مدينه بنغازي، واشكر رحيل ايضا، ونحترم وجهه نظره مهما كانت، نحن نحترم كل
وجهات النظر المتعددة طالما أنهم ليبيون. أنتقل إلى محمد من طرابلس وحاتم من طرابلس. أبدأ بك محمد، أهلا بك. أهلا بكم يا أهلا بك محمد. محمد، ما تعليقك على أداء السفير الليبي بدورة الإمارات فيما يخص قضية رجال الأعمال المعتقلين هناك؟ والله بالنسبة للسفير هذا الصهيوني هو في الدولة الصهيونية هذه الإماراتية القزمة، هي أنت شديتي شباب ليبيين وعندك معتقل ليبي ميت في السجون الإماراتية، نقول من خلال قناة النبأ أن احنا مش حننسوا هذاك الليبي اللي مات في المعتقلات عندك. وبالنسبة للسفير هذايا، السفير هذايا بإذن الله نقول له حتى قبر صغير هيك في ليبيا مش حتعصبه، حتموت غادي في دولة الإمارات، دولة القزم، الدولة الصهيونية. وإن شاء الله أشكرك محمد من طرابلس. الشعب الليبي ياخذ بيتارة من دولة الإمارات ثالث ومتلد. أشكرك محمد من طرابلس، وهذا رأيك فيما قلت وفيما وصفت، يبقى رأيك ويعبر عنك فقط، لا يعبر عن وجهة القناة ولا يعبر عن البرنامج ولا عن مقدم البرنامج. أنتقل إلى حاتم من طرابلس. أهلا بك حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاتم، يعني ما تعليقك على أداء سفير ليبيا لدى دولة الإمارات؟ هو ما دام السفير ما يخدمش في الليبيين وفي المعتقلين غادي، المفروض السفارة تتسكر كلها. شنو نديروا مع السفارة احنا كما هي؟ السفارة ما تخدمش في الليبيين. والله المفروض مع حتى مرتب ما عاد ياخذ من الدولة الليبية، ومفروض تتسكر السفارة مرة واحدة يعني. ما سمعنا لا حتى تعليق على المعتقلين. هذا المفروض عن غلط فينا احنا، المفروض السفارة تسكر وما تعترفوا مع بعض. هذا رأي. نعم، أشكرك حاتم من مدينة طرابلس، وكذلك أشكر محمد قبلك من مدينة طرابلس. أشكركما أنتما الاثنان، وأنتقل إلى ميلود من زوارة وعبد الله من طرابلس. أبدأ معك ميلود، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بك ميلود. ميلود، يعني ما تعليقك على أداء السفير الليبي في الإمارات فيما يخص قضية رجال الأعمال المعتقلين هناك؟ هو قال لك العنوان يبان من باب الدار زي ما يقولوا فيها، يعني رجال اعمال حاطتهم اول موضوع. ميلود، لو تقف بمكان به تغطيه، لا استمع اليك جيدا. ميلود، فقدنا الاتصال بك ميلود، اتمنى ان تعيد الاتصال بنا. ننتقل الى عبد الله من طرابلس. اهلا بك عبد الله. اهلا، السلام عليكم. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله، يعني ما رأيك في أداء سفير ليبيا لدى دولة الإمارات فيما يخص قضية الليبيين المعتقلين هناك؟ والله إن شاء الله ربي يفرج عليهم، هذا إن شاء الله ربي يفرج عليهم. ورجال سطر تاريخ لليبيا وقاموا بأشياء بمالهم الحلال، ما هم سراق زي السفيه الليبي، وليس السفير الليبي. السفيه الليبي هذا تاريخه معروف، هو والقنصل اللي في الأردن، وفي ناس معينة مازال إن شاء الله ربي شبحنا فيهم يوم. هادو عاشوا مع المخبور 40 عام، حلوا الدم الليبي، أصلا وصلوا للمناصب بالمسدس، قارين مسدس، علم مسدس زمان في عهد القدافي. هادو كلهم هادو التاريخ يعرفهم سجلهم، وأبطالنا أما بقدرة الله يروحوا رؤوسهم مرفوعة، ولو حتى ماتوا تقعد بار بصمة عار على الإمارات وعلى غيرها وكذا. نعم. هذو رجال بمالهم الحلال. نعم، أشكرك عبد الله من مدينة طرابلس، وأشكر ميلود أيضا من زوارة، أشكركما. وأنتقل إلى مسعود من سبها وعوض من بنغازي. أبدأ معك يا مسعود، أهلا بك. مسعود، مسعود، ألو، السلام عليكم. أهلا بك يا مسعود. مسعود، يعني كيف تعلق على أداء السفير الليبي بالإمارات فيما يخص قضية الليبيين المعتقلين هناك؟ والله يا أخوي اللي قدامي سوى ذا الكلام ما عجبني. تسمعني؟ لو ترفع صوتك قليلا مسعود، أنا لا أستمع إليك جيدا. هل تسمعني؟ نعم، تفضل الآن. نعم، عيد السؤال لو سمحت. قلت لك، يعني سألتك عن تعليقك أو رأيك فيما يخص أداء السفير الليبي بالإمارات في قضية الليبيين المعتقلين في دولة الإمارات هناك. ربي يفرج عليهم من الجميع إن شاء الله يا رب العالمين، وربي يعني ربي يعمل الأمن والأمان على ليبيا كافة يا رب العالمين. هذه آخر كلمة أنا بنقولها لك. أيوه، هذه. نعم، أشكرك مسعود من مدينة سبها، شكرا لك. وأنتقل إلى عوض من بنغازي، فقدنا الاتصال بعوض من مدينة بنغازي. وننتقل إلى جلال من مدينة طرابلس. أهلا بك جلال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جلال، يعني أداء تعليقك او رايك فيما يخص اداء السفير الليبي بدوله الامارات فيما يخص قضيه الليبيين المعتقلين هنا. تعليقا، يعني سمعت مره جابوه في قناه مرئيه فسمعت كلامه، قصدي قعدت مستغرب بين الرعايا الليبيين اللي في الدوله هذيك اللي هو مسؤول عليها والكلام اللي سمعتي. وممكن تراجعها، هي القناه هي معروفه، هي تبت من برا وسمعت كلامه، تسمع كلامه تقول هذا باذن الله مش بيبني لنا ليبيا، بيخليها خير من سويسرا. وتجي تشوف تصرفه نتاع، قلت لك مع الرعايا الليبيين، قصدي في الاخير رعايا الليبيين هم برا، شوف مشكلتهم شنو هي، وكانوا مغالطين والله معليش نقولوا يتحملوا مسؤوليه نفسهم، لكن شنو اللي مدايرين ان هم مثلا حتى اعطيه فلوس لمن اعطيت؟ اعطيتها للناس عاديين، ما اعطيتهاش لمنظمه ارهابيه ولا اعطيتها لكذا مثلا لو فرض. اشكرك جلال من مدينه طرابلس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا انتقل يحرى عليكم عدد من التعليقات بصفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة رأي عام. وأشرف الهمالي يعتقد أن الإجابة كالتالي: احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة في ترتيب الدول صاحبة أعلى معدلات اعتقال في صفوف بها جمعية دراسات المعتقلين حول العالم، حيث اعتقلت 229 شخصا أغلبهم في قضايا رأي. المصدر منظمة ICFR، والسفير الليبي لا حول له ولا قوة أمام دولة الإمارات مع ظننا أنه مؤيد لها. محمد الأنصاري يقول: أداء السفير الليبي تجاه الليبيين في الإمارات أداء سلبي جدا، وهذا شيء ليس بغريب لأن هذا السفير تابع لحكومة طبرق، وحكومة طبرق تقودها الإمارات، ولو كان هذا أحد أبناء لشهدنا استنكارا من الثني. مشاهدينا نواصل هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في حلقة اليوم. قضية الليبيين المعتقلين في الإمارات هو موضوع حلقة اليوم. السؤال الرئيسي يقول: كيف تعلق على أداء السفير الليبي لدى دولة الإمارات فيما يخص قضية المعتقلين من رجال الأعمال الليبيين هناك؟ ونستأنف الحوار مع المشاركين عبر الاتصال الهاتفي. معنا عمر من زليتن وميلود من زوارة. أبدأ معك عمر، أهلا بك. عمار من زلطن يا أخوي. أهلا بك عمار من زلطن، أهلا بك عمار. يعني كيف تعلق على أداء السفير الليبي لدى دولة الإمارات فيما يخص قضية الليبيين المعتقلين هناك؟ والله الأداء يا أخي الكريم هو الأداء، هو أداء كده أداء سلبي جدا جدا، ما يكون هم مواطن ليبيين، ولكن هي زي ما يقول لك ولي الأمر، أم تولي الأمر فاسد، بيكون حتى اللي معاه فاسدين. وهذه تبعات المؤتمر الوطني الفاشل، هو اللي فسد الدولة وحكومة زيدان. هم هؤلاء هم من وضعوا السفير في دولة الإمارات، هؤلاء هم السقاط المؤتمر الفاسد سبب خراب ليبيا، الذي عليه أن يرحل وعليه أن يقدم المحاكمة، وعلى أعضاء المؤتمر أن يذهبوا إلى مزبلة التاريخ. هون سبب خراب ليبيا وسبب حبس هؤلاء. نعم، أشكرك عمر من مدينة زليتن، وهذا يبدأ رأيك. عمار من مدينة زليتن، أشكرك عمار، إذا أشكر لك ونحترم رأيك وكل الآراء نحترمها. وننتقل إلى ميلود من زوارة، أهلا بك ميلود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميلود، يعني ما تعليقك على أداء السفير الليبي فيما يخص رجال الأعمال الليبيين المحتجزين لدى دولة الإمارات؟ أول حاجة محمد نشكرك على البرنامج الطيب هذا وجميع العاملين بقناة النبا. شكرا لك. معلش أنا غير تعليق بسيط، نصحح له معلومة للي الأخ اللي كان يتكلم قبلي، ما هذا السفراء في جميع دول العالم ما يتبعوش المؤتمر الوطني ولا الانقاذ ولا عندهم علاقه بالانقاذ، هذا يتبعوا حكومه التنمية في طبرق. هذا البرلمان هو الكارثي مش المؤتمر، المؤتمر ما عادش عنده علاقه ومش معطل فيه حتى دوليين، هذه نقطه. النقطه الثانيه يا حبذا يا حبذا، لو كل مواطن ليبي يشغل منصب خارج ليبيا يكون قلبه على اخوته الليبيين. يعني ليش؟ الموضوع سياسه، الامور السياسيه المفروض يبتعدوا عليها. هو طيب ميلود، سفرانا في ميلود في البرة، يعني في افريقيا ممكن ثلاثة ولا اربع سفراء. التهمه المنسوبه لرجال الاعمال هناك اداهم سيء جدا 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 جدا، النزاع الطلبه المعتقلين من جميع النواحي يا استاذ محمد. شكرا لك ميلود من مدينه زواره،
شكرا لك واشكر كذلك عمار، اشكركما. وانت حاليا محمد من طرابلس وعبد الله من طرابلس، ابدا مع محمد. اهلا بك محمد. محمد اذا سمحت اسمعني عبر الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد، يعني ما رايك في اداء السفير الليبي في دوله الامارات فيما يخص قضيه رجال الاعمال الليبيين المعتقلين هناك؟ اولا بالنسبه للسفير الليبي في الامارات، هذا يجب ان يتحول للمحاكمه طبعا، ويتحمل مسؤوليه البرلمان. البرلمان هو البرلمان شرع حفتر ويخطف في اهالي حفتر اهالي بنغازي بالجراد وما بدوش ينحوه، وقال لهم انا من كفح الارهاب. طبعا ضروري ما يتحاكم السفير هذا، لان البرلمان هو اللي حط اسمه السفير هذا. ثانيا الامارات هذه هذا يعتبروا يهود العرب، وهذوما الماسونية خلاص، الامارات تم موضوعهم، يعتبروا تبع الماسونية عالمية، وحسن في ليبيا وحسن بالشعب الليبي، فهمتوا؟ ما يبونش الخير، وخايفين ان ليبيا توقف على رجليها وتتقدم. سوقهم غادي محمد، واضحة الامور التجارية واقتصادية وكل شيء. شكرا لك محمد على هذه المداخلة والمشاركة في البرنامج، وانتقل الى عبد الله من طرابلس ايضا. اهلا بك عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله انت شو رايك في دور سفير ليبيا في الامارات في قضيه الرجال المسجونين في الامارات؟ نحب نقول السفير اللي في الامارات نحب نقول عاد عقابها راهو قبر، تنزل للقبر، حرام عليك تتشمت في فوتنا اللي مسجونين في الامارات، عندهم صغار وعندهم عواله ومتزوجين، كيف انت متزوج؟ حرام عليك عقاب، ولا تنفع مناصب ولا تنفع فلوس ولا ينفعك حد، ينفعك. شكرا لك محمد. عبد الله من مدينه طرابلس، شكرا لك. انتقل الى وائل من طرابلس والدريوي من طرابلس. اهلا بك وائل، ابدا بك. السلام عليكم، مساء الخير. اهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حال يا سيدي؟ الحمد لله. وائل، يعني ما هو رأيك في أداء السفير الليبي لدى دولة الإمارات فيما يخص قضية رجال الأعمال المحتجزين هناك؟ والله شو بنقول لك، والله الخزي والعار عليه يا أستاذ. معقولة الليبيين مهما كان، مهما الموضوع عندنا فجر وكرامة نتقاتل في النهاية الليبيين، لكن معقولة تجار الليبيين ما يوقعش عليهم؟ يا ويلة من ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل. عارف الله لا تربح لا تختم عليك لا دنيا لا اخره. شكرا لك وائل من مدينه طرابلس، وانتقل الى الدراوي من طرابلس. اهلا بك دراوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. دراوي، يعني التهمه الموجهه لرجال الاعمال في الامارات هي دعم ثوره 17 من فبراير. والله هذه بعد احترامي للمشاهدين، والله لا زعب بلاد الله، والله لا مستغلين الظرف اللي فيه، مش متفاهمين بعضهم. معلش في السؤال ده، ما حطش انت حط المستمعين، معلش مع احترامي للبعضهم. في حد خش عليك المداخلة واستفدت منه في موضوع؟ أعطيه كلمتين يقول ويطلع. نحن هنا نعرض، نحن في هذا البرنامج لا نريد الاستفادة من المواطنين، بل نريد إيصال صوتهم. نوصل صوته لكن مش بالطريقة هذه، حاجة بناء على الأقل يستفيد الرأي العام. نحاول أن نكون يعني نتيح الفرصة للجميع ونعرض كل الأطراف. واحد صفوف الحليبيين بعضنا. طيب انت ما رايك في اداء السفير ليبيا لدى الامارات فيما يخص هذه القضيه؟ هو العيب مش في السفير، العيب في اللي رفع من هنايا، كيف هناك كيف برلمان كيف مؤتمر متعارقين على الكراسي، والليبيين مش شاردين حط الفلوس مش لاقيين في المصارف، كيف تبي الامارات تتعدل عليك وانت مش متفاهم بعضكم هنا في ليبيا؟ نعم، اشكرك دراوي من مدينه طرابلس، واشكر كذلك وائل، اشكركما انتما الاثنان. ننتقل يحرى عليكم عدد من التعليقات في صفحه البرنامج، صفحة رأي عام على موقع الفيسبوك. تجمع العونية يقول: ولا يزال الشعب الليبي في سبات أمام الوضع الكارثي الذي تخطط دولة الإمارات للقضاء على الاقتصاد الليبي والنسيج الاجتماعي والتفكك المناطقي. أما السفير الليبي بالإمارات لا أراه إلا متورطا ومشاركا في معاناة الشعب الليبي. وحسام يقول: هل يوجد لدينا سفير في الإمارات؟ يتساءل. نعود إلى الحوار مع المشاركين عبر
الاتصال الهاتفي. معنا زعم معنا جلال من طرابلس وجمال من طرابلس. أبدأ بك جلال، أهلا بك. جلال أهلا بك جلال. يبدو أننا فقدنا الاتصال بجلال، ننتقل إلى جمال. أهلا بك جمال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام جمال. يعني كيف تعلق على أداء السفير الليبي لدى دولة الإمارات فيما يخص قضية رجال الأعمال المعتقلين هناك؟ بالله العميل هذا يشن معه ومفروض تعطي الصيغة متاع اسم من أمه واسم أبوه، هذا باش معاش حتى الناس أبوه حتى الناس ولا يوقفوا عليه. هذا إنسان منحط مفروض. هذا رأيك. معلمين قلبا وقالبا، مهما كان خوت تعاركوا من برا ما يشبتش بينا البراني. هذا مفروض حتى لو كان المطارين البطن يتعاركوا، شو ندخل ان هو يجندوا فيه الامارات؟ عطينا قداش مليون، هذا شارينا. هذا انسان واطي، واللي حبه واطي، واللي يتعامل. لو سمحت بدون سب جمال، يعني نعرض رايك ولكن بدون شتم. والله يا سيدي شو بنقول لك، هذا ما خلانا شيء باش نعلقوا عليه اصلا. هو لو كان نلقوه احنا نشفوه عالشوايه مش ندوه دوا، لو نلقوه نشفوه وناكلوه ماكله. اذا نشكرك جمال من مدينة طرابلس، هذا رأيك ويعبر عنك أنت فقط، عن رأيك شخصي ولا يعبر عنا نحن ولا القناة ولا البرنامج ولا أنا مقدم هذا البرنامج. مشاهدينا وصلت معكم إلى ختام هذه الحلقة، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-0302، 021-362-0303، 021-362-0304، 021-362-0305.